طلع المقاسات فين يا جماعه؟ مالكم مش شغالين ليه النهارده؟ دحين بدل يطلع مجزلري فيرست بريمولر. فين المسطره بتاعتك؟ كم؟ 8.5 طول؟ طول كراون. دكتور بتعمل مرة ثانية؟ خليها 10 عشان 9 ايوه. الروت 14 اللي هو أقصر من القناين. الروت أصلا جنبه القناين شوف. تو كسب صح؟ ليه؟ هو بيبقى تو كسب ولا تلاتة كسب يا جماعة؟ تو كسب. ما فيش كم في المية تلاتة يعني؟ 20% 20% طول الروت؟ 14 ممكن ورقة بعد إذنكم؟ ورقة ورقة مين اللي يفتح سيستم؟ مين اللي معاه؟ حد جاب دفتر فيه؟ ميزيو ديستالي ميزيو ديستالي كلوز الزير 7 مليون سيرفايكل 5 يعني خليه 6 و8 6 و8 1 2 3 زي القناين خليه من فوق مره ولا انزل شويه؟ لا مش من فوق ننزل شويه يعني كم؟ في السيزا الثيرد يعني؟ في اوكلوزل ما بين اوكلوزل وميدل ثيرد عشان عندك كذبة بين الكلوز والميدل لا شوف في الكلوز نفسها في الكلوز نفسها؟ طيب كم المسافة من الكلوز الإج للماكس تلت وهو 9 ملي يبقى 3 تمام 3 فوق سيكنس 8 سيرفايكل سيرد 9 وكلوز 8 خليه يا جماعة السكن الثاني كله كله لازم في المكسر نزيه لك بس ايش هي 9 دكتور اللي تصير 3 3 3 3 اي 9 اللي قلت تصير 3 اللي هو نقطة القياس الثانية تسيب 3 ملي من فوق عشان تسوي الكذب عشان تسوي الكذب اللي احنا شغالينه ده كله هو نفس ميجرمنت اللي خدناها قبل كده انسايزر او قناين هيفرق بس عندنا انه السكن الزاد فهتلاقي نفسك هتشيل جزئية اقل من الوكس هنشيل الزيادات عايزك تسأل نفسك انت بتشيل الزيادات بتاخد وقت قد ايه ان انت تشيل الزيادات عشان توصل للمقاس عشان تبتدي الكارفينج ربع ساعة لا بالله ايه ربع ساعة ساعة 5 دقايق بالكثير دقيقة بالنار 5 مع الوصاية والله بالنار 5 لا بالكامل الوحدة لا اللي بالنار 20 ثانية والله اني زبطتها لوحدي ايش هي؟ ايش
بس انت زي كذا تجيبها على حد تقول الكارفنج. ما خليك تسأل نفسك حاجة كتير النهاردة. حد جاهز؟ يلا ماشي. واحنا بنعمل المقاسات القناين اتفقنا على انه الميزوديستال اصغر من الليبيولينجوال، صح كلام؟ طب ده بريمولر المفروض يبقى اكتر بقى، يبقى الميزوديستال اصغر اكتر، صح؟ فانت لازم لما تيجي تبص من الاوكلوزال تلاقي في ريكتانجل. ريكتانجل يعني تبص هنا كده تحس ان هو مستطيل مش مربع، مستطيل طوله اللي هو باكولينجوالي وعرضه اللي هو ميزوديست. مستطيل من ميزي بان ولا يعني ايه؟ انت لما تيجي تبص من الاوكلوزال تحس ان دوت كده المسافة دي اللي هي باكو لينجوالي اطول بكتير من مسافة الميزيوديستالي. قبل ما تشتغل بتشوف انت في عندك بقايا شمع موجودة، نظفت الدنيا، المقاس بتاعي هو انا شلت زيادة، ما كملناش 5 دقايق لحد دلوقتي، الدنيا نظيفة ما فيش اي حاجة زيادات ولا حاجة، وابتدي اعمل كاربنج. طب لما اجي اعمل كاربنج لو احنا نعمله بالرسم الاول هتلاقي ادي انا خلاص كده خدت الايه المقاسات، خلي على الاخر. فالمفروض لو ده الباكل وده اللينجوال المفروض ان انا بعمل السيرفايكال زي القناين، وبعد كده بعمل الاوكلوزال، وبعد كده بعمل البكر ريدج. كل شغل القناين عملناه في البقل ده ليبيال وده بقل. لو انت شغال، انا مش عارف انت شغال في قناين ولا شغال في بريمولر، واجي اشتغل في اللينجوال بشتغل وبخلي اعلى حته فيه في النص، ماشي؟ وانا ما شلتش اي حاجه من فوق، فلازم في الاخر يتبقى عندي سبيس كفايه هنا عشان اقدر اسوي القصبين من غير ما يتخنقوا، ماشي؟ فيبقى الانكلاينيشن بتاع الليبيا اللي عملته في القناين اللي انا خدته لحد نص السنه مش هعمله، يبقى الانكلاينيشن ناحيه البقل في اتجاه اللينجوال قليل، والانكلاينيشن اللينجوال في اتجاه البقل قليل، عشان اسيب مسافه كده في النص اقدر اشتغل فيها الاوكلوزال سيرفيس. ايوه، تشيل بسيط مش كده. فنشتغل اول حاجه، انا لسه ما عملتش قصبات خالص. ها نشتغل على الليبيا، على البكر كانه الليبيا. بميلان عادي خالص، بس ميلان مش ايه، مش ياخد نص الوكس او ما ياخدش تلت الوكس، ياخد ربع الوكس بس. جيبها كده من جنبك. ماشي، خلينا ده اعلى جزء.
لو نظفناها كده ماشي؟ تمام. نيجي نروح عاملين البقل ريدج مش الليبيا ريدج بقى. زي ما احنا كده الريجيو باينه. انتوا خلاص كبرتوا بقى المفروض ما تغلطوش في الكلام ده. احنا خدنا مسافه السنترال واللاترال واللور سنترال واللور لاترال والكناين كلهم في سنترال وكناين بس صح. انا ما يهمنيش ان انت تعمل الاسنان كلها قد ما يهمني ان انت تتقن عمل الاسنان وتعمل نموذج من الاسنان المتشابهه. مش انت السنترال شبه اللاترال بس كله موضوع مقاس قياس. خلصنا كده البقل ندخل في اللينجوال. اللينجوال لسه قايلين دلوقتي ودرسنا في المحاضره اللي قبل اللي فاتت ان الماكسيمم اوف كونفكسيتي بتاعته في النص. ماشي؟ يبقى بدل ما هنا قسمنا تلت وتلتين هنا هنقسم النص والنص يبقى لتحت والنص الاخر لناحيه الاوكلوزي. كل اشتغلت وقت قد ايه في اللينجو ولا ما خدناش وقت خالص؟ اكون فيكس بس. احنا كده لسه مخلصناش عايزين نكمل الفينيشنج بتاع بقل ميزيال ديستال لينجوال ونبقى واقفين على ايه؟ على الاوكلوزل. ماشي؟ اللاين انجل اوف بقل سلايتلي راوندد اللاين انجل اوف بقل الناحيه الثانيه ناحيه الميزيال او ديستال سلايتلي راوندد اللاين انجل اوف لينجوال مور راوندد. لان احنا اتفقنا ان اللينجوال شبه سنجولم كبير. لسه بهن طريقه الرانديشن انك تشيل على الشارب نفسه تقعد بتشيل في اللاين انجل نفسه. اي من البدايه لين فوق صح؟ هي. من تحت خالص لفوق خالص. وانت بتشيل بتعمل كارفنج للميزيال اللي جنبه. عشان يبقى فيه كونتينوتي ما بينهم. تروح يمين اليسار شوية. ايوه. وبعد كده تعمل كونتينوتي معاهم كلهم مع بعض، يبقى انت عمال بتلف الواكس كده ورايح هنا ورايح هنا. عشان تكمل الكورة. ماشي؟ ماشي. يعني ال اللينجوال يكون مور راوند. لينجوال لاين انجل. لما تعمل راونديشن لللاين انجل هتلاقي السيرفيس بقى دائري، بان ان هو دائري لان بقت اللاين انجل دخلتها جوه السيرفيس. نظفت الدنيا. تعالى بقى بص لنفسك كده، انا خلصت ولا لسه؟ وبص يمين وشمال وبص اوكلوزر كده. خلصنا الاربع سيرفيس والدنيا نظيفه. ايه ما فيش حد يجيب لي الشغل متعرج. حاجات اللي بتعملها خبطتك في الكارفر تبقى خفيفه خالص على الواكس. بص بتشيل اهي في خبطه تشيل كده هتلاقي التعليم على الواكس باين. وفي خبطه تشيل كده لو بصيت على الواكس تلاقي ما تاثرش بحاجه. انا مش عايزك تشتغل بيد تقيله. انت حضرتك لو ركزت معايا شويه كده هتلاقي نفسك وانت شغال في بق المريض في فم المريض شغال يجوز في كيرز اقل من ملي ويجوز الـ 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 البير اللي انت بتبرد بيها اسمها ايه بالعربي؟ ببرد
لا مش مبرد لا. سميها بونطة كده. البونطة الحفارة اللي هي تبقى زي الكورة وزي مثلث حسب شغلها، يكاد ما تشوفش الكورة نفسها بعينيك من صغرها، لان انت عشان تبرد ملي لازم تبقى الكورة اقل من ملي عشان تدخل. فمطلوب منك ان انت تبقى راجل في غاية الدقة. الدقة خفيفة. وصلنا لمرحلة ان احنا نعمل القصب بقى. هروح جاي. في ناس كتير بتعمل القصب كده وانا حذرت من الكلام دوت. انت خلاص وصلت هنا اهو. تروح عامل لي القصب شيل حتة صغيرة خالص كده. لا في ناس بتروح شايلة كده. تلاقي المزيا الباز. انت مش شغال ليه؟ لا اشتغل قناين ولو عايز تيجي تشوف معانا تشوف، ما تقعدش ساكت. ما يبقى اشتغل قناين لحد ما يجي وقت المجموعه الثانيه. كأنك ما شلتش حاجه. اي مزحه خفيفه. اي اريد كده. من وين شيلنا شوية بسيطة. هنكمل كارفينج واحنا بنعمل كارفينج. يعني احنا هنسيبه مرتفع وفي الفينيشنج نقول لا القصب عايزين نوطيه شوية نوطيه. انما نعمله وطي زيادة وفي الفينيشنج هنعليه زي مش هنعرف نعليه. اوريك الناحية التانية خدنا دي. اعلم لك عليها كده. هاي المسافة ايه. دكتور بس. بس. يعني واحد. اوكي. امسح السطح. تمسحه مايل. تمسحه مايل من هنا ومايل من هنا. دكتور خليها كده شويه بس. خلي بالك في مدارس كتير كسر. كسر؟ نعم. هيا. اول مره شكرا عليكم. الوكس ده وحش. فيصل طب نعمل ايه بقى؟ نلحمه ولا بالنار نلحمه؟ ايوه عشان بس نجرب واحد ثاني بسرعه. هلا هلا تعال نلحم. مشعل خبره في اللحم يا اخي. ما تصور شيء ترى. خلاص همشي كيرينج كيرينج سكيرينج. والله مش حلو عيال. زعل. مرة واحدة نتعلم التربية. علم برد الدكتور. تحطوها تحت الحنفية. لا تطيب بس. يروح ينزل على الماية. كيف راح تصير تور روتي دكتور بالشمع هذا؟ لما الكران انكسر كيف راح يصير روتي؟ زكا حسن اخبار. طلاب من كتر ان هم مثقفين ومهتمين بيشوفوا المشاكل اللي هتحصل بعد كده ايه. هذا الدكتور شريف بعد الحين شوف كيف سوي 2 روت. اذا سوى 3 روت ما يسوي 2 روت. ما شاء الله. انا وريتهم الدرس بتاع العام الماضي. الاول الثلاث روت رجعت الكارفنج تاني. نعم.
هنكسره تاني؟ فين علي بقى؟ فين علي؟ علي علي هذا اي بريمولر هذا؟ فيرست ابر فيرست. حد يعرف يركز معي بقى واحنا بنعمل الاوكلوجر؟ لا لا يلا احنا عندنا اتنين قزم. لما جينا بصينا واحنا شغالين في المحاضره قلنا الاوكلوزال اسبكت قلنا الباقي القزم واخد اكتر من الانفير وبالتالي عايزين نعمل تقسيمه كده هنا يبقى باقي القزم كبير شويه ولينجوال القزم صغير بس ما بيعديش ايه التلتين يعني يبقى اكبر من النص ماشي اهو كده كده قسم مش تلتين لا ما وصلش تلتين اصغر هيوصل تلتين في اللور يعني ثلاثة أخماس ماشي ماشي كويس وبالنظر بص عندنا أربعة لين أنجلز أو أربعة بوينت أنجل أدي بوينت وأدي بوينت ومفروض هنا بوينت وهنا بوينت اتنين بوينت أنجل هيخصوا قزب الباقي القزب واتنين بوينت أنجل هيخصوا اللينجوال قزب يبقى عندنا الباقي القزب اللي احنا مجهزينه لسه ما عملناش كارفينج فيه اتنين سلوب اهو ماشي ميزيال سلوب وديستال سلوب والميزيال سلوب اطول من الديستال سلوب وعندنا قزب تي باي وعندنا بوينت انجل هنا وبوينت انجل هنا وعندنا بقيه السكنس بتاع القزب كويس هاجي على البوينت انجل دي وعلى نص القزب في النص اللي هو النص بالظبط نص القزب ما بينه وما بين القزب الثاني مش ده خط الالتقاء ايه دي منطقه المنتصف منتصف الملعب ماشي تمام واروح جاي بص الكارفر من اي مكارفر على اصبعي ماشي واروح جاي من عند البوينت انجل على الهواء خالص اهو واروح مدخل سن الكارفر لحد يقعد يدخل السن يدخل لحد ما يوصل لنقطه النص اللي انا عملتها نجربها بص هنا ما فيش اهي انا في سن الكارفر واروح داخل النص بس يعني ابدا بخفيف واخش على تبدا من هنا وتنتهي في النص تمام ماشي مستقيم خط مستقيم نرسمه كده عشان انت ده الدرس اللي احنا الاوكلوزر اهو وعملنا التقسيمه هنا وانا شغال من عند البوينت انجل دي اروح عامل خط بادئ من سن الكارفر على اللي هنا من غير ما انزل واروح نازل كده واروح عامل الناحيه الثانيه برده كده واوصلها لها بالسن كأنك بتقطع حاجة بسكينة بتقطع تورته طب الناحية التانية الناحية دي كنا شغالين كده الكارفر مش نايم على ايدي الكارفر عمودي على ايدي اهو الناحية التانية هتلاقي الكارفر لازم ينام على ايدك كده عشان يمشي كده ماشي تحضتني هتروح نازل كده وتروح شايل الزيادات دي تقطيع محترمة التقطيع دي بتساوي تقريبا 2.5 ملي يعني السكنس بتاعها 2.5 ملي في اعرض حتة في السنتر وزيرو ملي في اللي في البوينت انجل طب نعمل الناحية التانية اللينجوال شاحن
ماشي. البوينت انجل يا دكتور من الزوايا نفس الزوايا. اتوقع الزاويه فين لان الزاويه انا شلتها خالص. اتوقع نفس الزاويه في اني حته. ايوه. واروح ايه شايل وادي شايل الوكسر. تمام. اللي بين الزاويتين. ماشي. واروح جاي المنطقه اللي شلت فيها الوكس هنا اللي هي 2.5 مللي دي اشيل مكان المارجنال ريدج. يعني اللي هتلاقي بعد ما شلنا هنا هتلاقي فيه وكس زياده اهو اللي هو عند المارجنال ريدج اللي انا ما اشتغلتش فيه هروح شايله. كيف كيف المثلث اللي سناه وش المثلث اللي من الفكر بعدين واروح شايله من هنا اللي بين الخطين اشيلهم اللي بين النقطتين اللي انا بدات منهم المثلث اللي هنا انت شلت ده كده ورميت الوكس وشلت ده عم اعتبرنا دي البوينت انجل ورميت الوكس هتلاقي فيه مثلث وكس هنا زياده هتروح شايله شوي ولا لحد ما يبقى مش موجود ممكن لحد ما يبقى مش موجود لو بصيت كده هتلاقي الاوكلوزال ظهر احنا لسه ما عملناش كارفنج ده كل ده قياسات بس انت لو بصيت كده انت كدكتور اسنان تقول الله ما الاوكلوزال خالص اهو الصراحه الحمد لله لا ده انا هعمل كارفنج بقى لكل قصب من الاثنين بقى كل قصب من الاثنين اعمل له قصب تيب واعمل له قصب سلوب واعمل له تريانجولار ريتش وانزله في اخره لحد ما يجيب لي الديفلوبمنتال جروب حد فاهم حاجه بص بشتغل بقى ازاي انا ببص على القصب من فوقه اروح عامل كده هاي زي راوندد ولا كيف؟ لا مش راوندد فينيشنج انا كده عملت له التريانجولار ريدج وفي مرتفع هنا اللي هو اللي هيبقى ترانسفيرس ريدج وبعد كده اخليه يبقى نازل زي الهرم فانا ايه مطلوب مني ان انا هبص من كل الاتجاهات هبص من انا كده بعمل كارفنج لقصب فقط ماليش دعوه ببقيه السيرفيسز هلا والله بص كده ليه ارتفاع من هنا وليه ارتفاع من هنا وليه سيرفيس هنا ولي سيرفيس هنا عشان داود بقى ترانجولار ريدج وبقى في قصب ريدج هنا اللي هو بنسميه الديستال سلوب وقصب ريدج هنا بنسميه الميزيال سلوب وقصب تيب وهكذا القصب التاني خلي كل شيء راوندد والله على فكرة الروت لو بنشتغل 2 روت أو 3 روت بيبقى عليه أقل درجة في الامتحان لأني أقول لك ليه أنت مش هتشتغل في الروت في فم المريض الروت مفروض مستخبي فما يهمنيش أن أنت تفهم الكارفنج بتاعه إزاي إنما أنت هتعمل حشو لو سنة زيادة مكسور قصب منها لازم ترجعه لو ما رجعتوش زي ما كان يا بس انا مش هتقوم بوظيفتها ممكن تحوش اكل وممكن تساوس تاني كل واحد يبص كده على الاوكلوزال واحد واحد كده ونور النور عندك كده خلاص بقى جرود بس
لا لسه ما خلصناش الاوكلوزال. انت بص على ان هو في قصبين اهم، تأكد ان في قصب اطول من قصب. الموضوع سهل جدا، لما انت هتبتدي تشتغل هتعرف. عايزك هتبتدي مقاس، ولما تبتدي مقاسك تشيل الزيادات، ما تورينيش المقاس مرسوم. وبعد ما تشيل الزيادات توريهولي نضيف، ما فيهوش اي حاجه، كانه الواكس انت لسه ما اشتغلتش عليه. بعد شيل الزيادات واسال نفسك، وانت دكتور السنان يا جماعه ليه خواص معينه في حياته؟ موجوده الخواص عندكم ولا مش موجوده؟ لازم يبقى ليك عينين لما تشوف رسمه كده تقول لي ايه ده، في السهم ده مش زي السهم ده، لان انت بتشوف سنان بتشوف غلطات في الملي زي ما اتفقنا. زميلكم حسن ده كان اكبر منكم بدفعتين، كان من اشطر الناس اللي موجودين في الـ في الـ في الكليه عندي. في النقطه الثانيه اساله، انت نسيت ايه في الدنتال اناتومي؟ ما ينفعش ينسى ولا كلمه. انت ممكن البيزك ميديكال ساينس اقول لك البلاد بريشر السنه الجايه كام، تقول لي مش فاكر. احسن شيء اقول لك قول لي الوايت بي سي عندك 5 وايت بي سي، قول لي توزيعاتهم لما تيجي تعمل صوره دم، الليمفوسايت كام في المية ودي كام في المية، مش هتفتكر. ايش هو الوايت؟ خدت الترم الاول. لما اقول لك ده قصبين لا يمكن ما تفتكرش. بس انت لما تشتغل احنا خلصنا كده الكرام صح؟ لا لسه. مش باقي ده. نايس، نعمل مارجنال ريدج وبس، ومش هشتغل لكم الروت النهارده، احنا مش علينا الروت النهارده. تمام. نايس، نعمل ايه؟ مارجنال ريدج. احنا بنسيب مسافة المارجنال ريدج، المارجنال ريدج بيتساوى تقريبا ما بين ملي ونص وملي وثلاث اربع، 2 ملي بكتيره. ماشي، بتحط سن الكارفر وتعدي منه 3 ملي، في مسافة نص هنا اللي هو الترانسفيرس ريدج. ماشي، بتحطه كده على النص، مش سن الكارفر، عدي 2 ملي وخليه بقى فالكرام. انا هتخلي المسافه دي بقت فالكرام، عليك ان انت تروح كده شويه وكده شويه عشان تعمل مثلث. تمام. نفس الضغط يا دكتور. اهي كده شويه وكده شويه، خلاص. لا عشان الرج يعني، شك الدبوس يعني، عشان مرجع الرج. ويجوز ان انت بعد كده تروح ايه عامل لها كونتينوتي مع القصبات برضو، وتيجي مع الناحيه الثانيه نفس الفكره. وتعمل برضو كونتينوتي. طب المزي ايش اسمه جروف ما ادري ايش اسمه ده، بيبقى في الاخر بعد الفينشنج خالص، بعد ما تخلص الروت كمان بتروح انت كده لقيت دي اللي اطول صح، فتروح عامل لي ميزيال ديفلوبمنتال جروف هنا كده. يلا قوموا اشتغلوا.